أهلا بك مصطفى، كيف تبدو الأجواء لديك من حيث موقعك حاليا وما هو الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أمس عليك كل خير زميلي بدر، أيضا أمس على زميلي عبد الله، أمس على السادة المشاهدين أينما كنتم من هنا من رحاب المدينة الطاهرة. نحن نقف اليوم معكم هنا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي لرصد ومتابعة خدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أيضا رصد ومتابعة أخبار حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المدينة المنورة. لا شك بأن المدينة المنورة حتى هذه اللحظة استقبلت ما يزيد عن 700 ألف حاج عبر جميع منافذها، سواء كان المنفذ البري أو الجوي أو البحري. الحصيلة الكبرى كانت هنا طبعا لمنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، حيث تجاوزت النسبة أكثر من نصف مليون حاج. لا شك أعزائي المشاهدين كما تشاهدون في ظل هذه الأيام التي نعيشها ارتفاع في درجة الحرارة هنا في المملكة العربية السعودية، لكن منذ وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز وضعت خطة مسبقة لعدم تعرض الحاج إلى أشعة الشمس الحارة أو إلى الأجواء الحارة هنا، وذلك بتوفير مظلات ومراوح رذاذ مهيئة لحجاج بيت الأحرام منذ صعودهم إلى هذه الصالة، مرورهم بالحافلات لا يتعرضون إلى أي أشعة شمس أو إلى هذا الجو الحار، وذلك طبعا بفضل التعاون والتضافر بين الجهات المعنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. لا أطيل عليكم في هذه المقدمة أعزائي المشاهدين، وأرحب بضيف العزيز النقيب عبد الرحمن القثامي وهو مدير المركز الإعلامي بجوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. سعادة النقيب في البداية نمسي عليك ومرحبا بك عبر الإخبارية. اليوم كما يشاهدون المشاهدين من خلفي وصول حجاج العراق الآن، صف لي ما هي أهم المستجدات لديكم في خدمة ضيوف الرحمن في مطار المدينة المنورة. بداية أهلا وسهلا بك أخي مصطفى، نشكر لكم حضوركم الدائم وتفاعلكم الدائم مع الجهات المعنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام. اليوم جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ترفع طاقتها التشغيلية لاستقبال الأعداد المتزايدة من حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام، وذلك بزيادة الكادر البشري المؤهل وكذلك الأجهزة التقنية وأحدثها لاستقبال الحجاج وتسهيل أمورهم وإنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت. طبعا لا شك بأن هناك عدد كبير من الكوادر البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، الرحلات تتوافد إلى المدينة المنورة بشكل دوري، يعني تقريبا كل ساعة هناك رحلتين إلى ثلاث رحلات، كيف تستطيعون تيسير هذه الرحلات بدون أي تأخير؟ كذلك آلية الوقت لديكم في إجراء العمليات؟ فيما يخص الوقت، المديرية العامة للجوازات تعمل على إنهاء إجراءات جميع الركاب بأسرع وقت ممكن. جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز يوجد بها خمس صالات مهيئة ومجهزة لاستقبال الحجاج على مدار الساعة وإنهاء إجراءاتهم بأسرع وقت ممكن. إجراءات الراكب الواحد أو الحاج الواحد لا تستغرق أكثر من 35 ثانية، لذلك إنهاء إجراءات الركاب تأتي على وجه السرعة داخل جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. طبعا ايضا ذكرت لي اكثر من 100 منصه جوازات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، نود التنبيه ايضا بان هذا المطار اكثر من نصف مليون حاج استقبلهم بالتعاون مع العديد من الجهات، كيف استطعتم انتم الجوازات استقبال هذا العدد الهائل في هذا الموسم؟ نعتبر نحن الان في نصف الموسم، لكن كيف استطعتم استقبال نصف مليون حاج بدون تكدس حجاج بيت الله الحرام او تعرضهم لبعض التاخيرات؟ نعم، ما نشاهده اليوم لم ياتي بمحض الصدفه، وانما بخطط تم اعدادها مسبقا وأفكار وعمل دؤوب لإدارة الحشود البشرية وإنهاء إجراءاتها على وجه السرعة. المديرية العامة للجوازات تعمل وتخطط منذ عدة أشهر لاستقبال الحجيج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. اليوم تم استقبال 500 ألف حاج في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. الجوازات لها الدور الأكبر والأمثل في استقبال الحجيج وإنهاء إجراءاتهم على وجه السرعة، وذلك من خلال العمل الدؤوب والعمل الكبير الذي يقدمه جميع الزملاء داخل الصالات. كل الشكر طبعا سعاده النقيب عبد الرحمن القثامي مدير مركز الاعلامي على هذه المعلومات. الجدير بالذكر ايضا اعزائي المشاهدين بان جميع الجهات التطوعيه والخدميه التي تعمل يعني بكامل الاراده وبكامل العفويه وبكامل المحبه والاخلاص لحجاج بيت الله الحرام منذ بلوغهم مطار المدينه المنوره حتى وصولهم الى الفنادق والمآوي، شكرا جزيلا للجميع الذين يعملون ويسهرون لخدمه ضيف الله الكريم، وهو شرف عظيم شرفنا به ربنا سبحانه وتعالى بهذه المملكه بالشعب بخدمه ضيوف الرحمن. كل الشكر لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. بكل تأكيد شكرا مصطفى.